ها يا ما مشينا بسقاقات، ها وحلفوا بالطلاقات، وقالوا أردوغان ما رح ينجح، نجح وطقق المرارات. ومن فرحنا يا أردوغان على الأرض مبروك. نحن ما عم نقدر نعيش هاي التجربة، بتمنى للشعب السوري الفرح، بتمنى للشعب السوري إنه ينزل على الميادين بكل المدن السورية دون استثناء ليعبر عن فرحته بانتخابات حرة ديمقراطية حقيقية.